الحمد لله رب العالمين، صباح الفل وصباح النصر على حضراتكم جميعا. الحمد لله ان احنا كل ما بنقول عايزين نبتدي حلقه بصباح النصر بنبتديها مع حضراتكم. الاهلي دايما مفرحنا والاهلي دايما مشرفنا. صباح الخير، صباح النصر. وصباح النصر على حضراتكم، صباح الفل عليكم جميعا، واهلا بيكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله كالعاده. طبعا هنتكلم معاكم عن كل يعني كل الامور اللي متعلقه بالنادي الاهلي، ولا سيما مباراه الامس اللي الحقيقه كانت مباراه قويه جدا، كلنا شاهدنا من خلالها حضور قوي لشخصيه البطل، شخصيه الكيان، شخصيه النادي الاهلي. فان شاء الله تكتمل الفرحه باذن الرحمن يوم السبت القادم. مبدئيا مليون مبروك. انا بس عايزه الشهاده كده سريعا، معلش، ولا الامور بتنسى يعني. قولي. انا قلت توقعاتي الاسبوع اللي فات، وقلت لما كان معانا كمان كابتن ماهر، انا قلت لك يا كريم احنا هنكسب 1-0. حصل ولا لا؟ حصل وانا شاهد. المخرج بيقول حصل. لا حصل بقى يا جماعه والله. حصل واللينك موجود. انا قلت ان احنا هنفوز، رغم ان احنا سمعنا طبعا تحليلات مختلفه من يعني قنوات واعلاميين وزملاء، ان كان في البعض متخوف، البعض كان بيخشى هذا اللقاء، ولكن الحمد لله ان احنا فعلا قدرنا نفوز. وزي ما انت قلت شخصيه الاهلي كانت ظاهره. 90 دقيقه خلصوا، لكن لسه عندنا 90 دقيقه جايه ان شاء الله تكلل برده بالنجاح. احنا اكيد بنفرح، اكيد بنسعد بنتشرف، ولكن اكيد بنطوي الصفحة وبنبص فيما هو قادر بإذن. المباراة القادمة في الإياب تكون مباراة قوية جدا، عايزين برضو نشوف كورة حلوة. احنا شفنا الشوط الثاني كورة حلوة، مش بس فوز حلو، لا شفنا كورة حلوة رغم بعض يعني الصعوبات اللي كانت موجودة في الأجواء المحيطة، سواء قبل المباراة اللي أدت إلى تأجيلها نص ساعة في نص ساعة الكاف طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا اللي حصل، ولكن المباراة اتلعبت والمباراة كانت حاجة تشرف جدا.